سطام تونس. يا شو بالله ما نروح دوانية؟ وهي يقول لك كلمني أول ما وصل وقال جايكم بالطريق علامك. إبك إنه تأخر. خير يا طير ننطرش وراءنا عاد. هلا ببنيتي. مساكم الله بالخير. هلا يبو هلا. وايد تغطين هلايا. كان عندي موعد تنظيف بشرة. وين تنظيف بشرة؟ هذه شيفتك. هذه يلدك يا حيفة لو فركو بليفة. أنا شيفة يما. لا لا حبيبتي لا لا. أنتي تيوبل. مرسي بابا. يكر شيء ما شابه هلا. إيش فيك يبو هلا مش مستشير أنتي؟ مضايقة. إيش مني؟ سأل بنتك. خو أنا بدون شيء كله مذمومة. أنا ما ذميتك لكن ما أحب اللف والدوران. يما أنا سيدة ما لف ودور. وايد خلاص عاد فكون من هالإجراء. تصلي بوح تصلي فهوج وشوفي وين فيه. إن شاء الله يبحر. هذه ثامن مرة مش عارف تدق علي. أنا وايد تأخرت. يلا قوم خلنا نمشي. لا لا قاعد خمس دقايق بس خمس دقايق. أي خمس دقايق ترى أنا عمري ما سويتها بأهلي. ما علي سطام في كذي لحظات ما تتكرر، يعني تسكر موبايلك وما ترد على احد كلش. وحتى في لحظات مع اهلي ما راح تتكرر كلش. انت منو تحب اكثر؟ بريق انت من صدقك؟ شو السؤال السخيف؟ اي انا من صدقي انت منو تحب اكثر؟ وانا ما اسمح لك انك تسالين نفس السؤال مره ثانيه. عمرك لا تحطين روحك بمقارنه عشان لا تسمعين كلام يجرحك بيوم من الايام. سطام انت ممكن تجرحني في يوم من الايام؟ كنت وصليني؟ تفضل.